احنا كاملين كنحبوا نجيو للمغرب، والمغرب كيعيش فينا، كيعيش في قلوبنا، فما مشينا حنا كنعيشوا مغاربه ديما، ما حيت حتى شي حد. وبالنسبه للمطالب، هو مطالب اللي هي شرعيه وحق المواطنه الكامله بالنسبه لنا وبالنسبه لوليداتنا، هي تفعيل الدستور 2011 اللي عطاه لنا صاحب الجلاله، وبالنسبه للتوظيف تاعهم كذلك للشباب ديالنا في الاداره المغربيه خارج ارض الوطن، لانهم اللي كيعرفوا مشاكل ديال الجاليه وكيعرفوا لغتهم ويفهموهم اكثر اكثر من كنديو موظف من هنايا كنخلصوا عليه الكرا والماكله وبزاف ديال المصاريف. من يدرس راه كاين مغاربه كيعيشوا في ارض خارج ارض الوطن، يعني في بلد المهجر. طبيعه حل المشاكل اللي كنطلبوا انها يتم إعادة النظر فيها، تقييم الحملة ديال مرحبا اللي كنعتبروا بأن تقييمها من أجل تطوير الأداء ديالها وتفعيلها على مستوى أرض الواقع، لأن كنشوفوا بعض الاختلالات في هذه العملية ديال مرحبا. هذه النقطة الأولى. ثم النقطة الثانية هي أنه تسهيل الإجراءات في وجه مغاربة الخارج. ماشي هذا لا يعني أنه خصهم يكونوا فوق القانون، ولكن في إطار تسهيل مسطرة ديال الإجراءات الإدارية والقانونية. مثلا واحد الأخ البارح خبرني بأنه عنده 15 يوم في المغرب خاصو يمشي بحالته، ولكن مشى المحكمة على غرض إداري عائلي، قالوا لي كاينين الناس ديال القضاء في عطلة صيفية. إذا هاد المسائل، هاد الفئة اللي كتدخل للمغرب كتساهم في الدورة الاقتصادية بتحويلاتها المالية، كنحاولوا نساهموا على مستوى التنمية المحلية والتنمية الوطنية، وكنحاولوا نساهموا طبيعة الحال في النقاش العمومي الدائر، وهذا هو مطلبنا اللي كنحاولوا دائما نذكروا به، هو مطلب ديال الاشراك مغاربة العالم في السياسات العمومية، لأنه كاينة رؤى، كاينة مواقف، كاينة وجهة نظر، مفروض أنهم يتم الاستماع لهذه الفئة هذه اللي كتعيش خارج المغرب من أجل فقط من أجل المساهمة في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ثم نذكر بمطلب ديال تنزيل فصول الدستور فيما يتعلق بالفصول التي تتعلق بمشاركة مغاربة الخارج في السياسات العمومية، أي حق المواطنة. وطبيعة الحال هذه مناسبة ديال 10 غشت نتمن جميع الخطابات الملكية، وكنتمناو بأنه يتم تنزيل الخطابات الملكية بشكل موضوعي ومعقول حتى تتمكن هذه الفئة من المشاركة في الحياة العمومية، علما أن هذه الجهة هذه بدأت رغبات منذ 60 عام. حنا دابا جيل آخر، ولكن كانوا مناضلين سبقونا، كانت حركات ديمقراطية بالمهجر اللي عملت على طبيعة الحال. كتعرفوا بأنه الهجرة دائما رافقتها مطالب وتطلعات، إذا كنتمنوا من الجهات المسؤولة أنها تأخذ بعين الاعتبار مطالب ديال الجالية المغربية، ونتمنى ما يكونش هذا النقاش كلاسيكي، لأنه في كل مناسبة ما بغيناش يكون نقاش موسمي وتكون مطالب موسمي، هذه مطالب معقولة وموضوعية كتعلق بإشراك هذه الفئة هذه في السياسات العمومية.